العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم. أمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجور المؤمنين بمصاب الصادق البر الأمين، قد قضى من بعد ما لاقى الأذى من عدو الله شر المذنبين، قد طغى المنصور في إيذائه حسدا منه لخير العالمين، أحرق الدار التي كانت بها تنزل الأملاك بالذكر مبين، ثم جره على حالته مثل ما جر أميرا مؤمنين، أوقفوا موقف الذل كما تعودين أهل البيت على البلاء على الهضيمة، كما أوقفوا الكرار خير المتقين، ثم صار الرجس يشفي قلبه منه بالتوبيخ والقول المشين، دس سما قا
قاتلا في رطب. أيوة إماما يا له من غادر فضين لعين فسر السم إلى أحشائه وبدأت آثاره وسط الجبين. لا أدري ما حال المدينة في مثل هذا اليوم، وقد ودع الإمام الدنيا، خرج الشيعة من منازلهم لابسين السواد، نساء رجال وهم ينادون وإماما وسيدا. والإمام ممدود على نعشين، بأي حال يا شيعة؟ قال بدر الشريعة شيع نجوم العشيرة بعلام سود تلوح ومدامع غزيرة، شالوا بنعشة ورجفت أرض المدينة، ولا بقيت حرة بخدرها ولا مصونة، حتى الحسن والمصطفى سمعوا ونينا وما جت بقبري الباقر وجد الحفيرة بالماء يكافور صدر غسل الكاظم جفن بثلاث القطاع عز الهواشم. ولما انعزم عقد الردى نادى الفواطم قدامهم شبكات على بنت الصغيرة، قدامها حاطت على نعش اليتامى، هذه تحب ايده ودي تعدل اجدامه. ساعة الوداع المؤلمة لما انقضى ومنه اجت اهله وعمامه، خلف الشيعة باللطم شالوا سريرة، شلاب نعش للبقيع أشبال وسباع، وحاطت النسوة بقبر مكسورة الأضلاع، سمعا ونين أم البتولة بباطن القاع تنادي يا خلق الله انشعب قلبي بزفيرة، كشفوا لحد علي أبطل على ابني اليوم، مزع وقلبي مثل قلب بحار لسمو، وانا يا شيعة في عزا جد المظلوم، ابكي على اللي بكربلا جثة عفيرة. ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. طيب هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. من نافلة القول أن هناك ظلم شائع يتداول على الألسن، بل وحتى عند بعض أتباع مدرسة أهل البيت، أن يقال بأن المذهب الجعفري هو أحد المذاهب الإسلامية، والمذاهب الإسلامية المعروفة أربعة. لكن من الظلم الشائع أننا عندما البعض عندما يسمع بعض العلماء أو يسمع من يعترف بالمذهب الجعفري ويضاف لهذه المذاهب الأربعة، كأن يحس بنوع من الجميل، بنوع من المنة أنه اعترف بالمذهب الجعفري، مثل الرأي الذي يتبناه الأزهر الشريف بأن العمل بالمذهب الجعفري مبرئ إلى الذنب. البعض يشعر بالمنة، كأن كسبوا جميل علينا فوضعوا المذهب الجعفري ضمن المذاهب الإسلامية، وهذا ظلم. فالإمام الصادق صلوات الله عليه أساساً لم يأتي بمذهب جديد، ماكو اجتهاد جديد حتى يوضع، مو بعد أول المذاهب، لا، آخر المذاهب الإسلامية، المذهب الخامس، ما قالوا الأول، ما قالوا، لا، المذهب الخامس هو المذهب الجعفري. أولاً الإمام الصادق صلوات الله عليه، قد يتصور البعض بأن الإمام هو المؤسس إلى المذهب، وأن الشيعة عرفوا بالتشيع، يعني هذا الاسم عرف في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهذا خطأ وظلم إلى الإمام، بل وظلم إلى أهل البيت صلوات الله عليه. في المذهب الجعفري إذا صح أن نسميه بمذهب، المذهب الجعفري هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ماكو اجتهاد جديد، ووضع المذهب ضمن المذاهب الإسلامية الأربعة صار المذهب الخامس. معروف الغرض أن أعداء مدرسة أهل البيت، أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، يريدون أن يضعوا المدرسة، خط التشيع، ضمن دائرة ضيقة في حدود المذهبية، في حدود هذا الإطار، أن مجرد مذهب حال حال المذاهب الإسلامية الأخرى. فليش هؤلاء شايلين وكل يوم نسمعهم يقولون بأن مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت هو المذهب الصحيح والذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله، وفي الأخير هو مذهب ضمن المذاهب الإسلامية، وانتهى الموضوع. نرجع، هل التشيع عرف في عهد الإمام الصادق؟ قطعا لا. التشيع الشيعة أتباع أمير المؤمنين، الشيعة هم الأتباع، حتى الإمام الحسين صلوات الله عليه في كربلاء يستخدم هذا المفهوم، ها، يقول يا شيعة بني سفيان أي يا أتباع بني سفيان. والتشيع أو الشيعة أصبح يشار بالبنان إلى أتباع أمير المؤمنين عندما حصل التنازع السياسي بين الأمويين، بين ويا الهاشميين، ويا أمير المؤمنين، ويا الإمام الحسن مع الإمام الحسين. بعد ذلك أصبح الشيعة يعرفون الشيعة بأنهم أتباع أمير المؤمنين تحديدا، سيدة يروح البال إلى أتباع أمير المؤمنين. وإلا التشيع وشيعة أمير المؤمنين من أيام النبي صلى الله عليه وآله، لما نزلت الآية المباركة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يلتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين يقول لي يا علي أو تعلم من هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا علي هم أنت وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة.
فالمفهوم ها من ذلك اليوم أتباع أمير المؤمنين يشار إليهم بالبنان من أيام النبي صلى الله عليه وآله معروفين ها يشار إليهم هذا من أتباع علي وهذا من أتباع فلان وهذا وهكذا. فالتشيع مو من أيام الإمام الصادق، بل أن الإمام الصادق صلوات الله عليه نظلم الإمام ونظلم أهل البيت عندما نقول بأنه المؤسس. الإمام مو المؤسس، هو بعض الظروف التي قادت أهل البيت صلوات الله عليهم مروا بظروف استثنائية لا سيما عبر الدولة الأموية الغاشمة التي عملت كل ما عملت من أجل أن تطمس معالم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وصلت الأمة إلى حد أنهم يظنون بل أنهم ها الشام لما وصل خبر مقتل أمير المؤمنين، شوف إلى هاي الدرجة، مضروب في محرابه، وصل الخبر إلى الشام، قال الشاميون أو علي يصلي حتى يضرب بالمسجد، إلى هاي الدرجة. شوف التشويه وصل إلى أي مرتبة، بل أننا نقرأ رواية أموية بأن أمير المؤمنين أساسا ما قتلوا بالمسجد، طالع من بيته ها طالع من بيته فالتقى به ابن ملجم مع شخص آخر أبو موسى يسمونه، فضربه ابن ملجم وهذا بعد الشخص الثاني فقتلاه، ما كان بالمسجد أساسا، إلى هاي الدرجة. فأهل البيت مروا بظروف استثنائية من أمير المؤمنين إلى الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المرحلة التي عمد فيها الأمويون على تقويض دعائم الدين، تقويض دعائم الدين. وإلا أكو نقطة في غاية الأهمية لابد أن نلتفت إليها نحن أتباع المذهب بالدرجة الأولى. شنو هالنقطة؟ أن الأئمة صلوات الله عليهم كل إمام معصوم أدى دوره الرسالي على أتم وجه، وأنه لا فرق بين إمام وآخر، كلهم في العلم في الشجاعة في الرسالة في أداء الرسالة كلهم متساوون، إلا اللهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه يمتاز أو له الفضل في بعض المراتب. الإمام الصادق يقول كلنا في الفضل سواء، وعلي وشأنه تبيه ودوره فيها ودوره في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وآله، وإلا ماكو فرق. أمير المؤمنين نشر الإسلام من على منبر الكوفة وقبل ذلك، الإمام الحسن كذلك، الإمام الحسين عليه السلام، ولا البعض يقصر دور الإمام الحسين على يوم ثاني إلى يوم عاشر وينتهي دور الإمام الحسين، وهذا ظلم إلى الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام له دور العلمي الكبير بالمدينة المنورة، حتى معاوية ابن أبي سفيان يلتفت إلى أحد جلسائه يقول إذا ذهبت المدينة فادخل إلى مسجدها وخذ على يمينك فإنك تجد حلقة كأن الطير قد حلق على رؤوسهم، وبينهم شخص قد شمر عن ساعده، فذاك هو الحسين بن علي. دور الإمام صلوات الله عليه ما كان مقصور على كربلاء. ها انجي إلى الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين عاصر المرحلة المؤلمة، مرحلة ما بعد قتل الإمام الحسين صلوات الله عليه. الإمام في هذه المرحلة انت شوف الشيعة بعد قتل الإمام الحسين واجهوا الويلات، لأن الدولة الأموية أرادت أن تمتص كل ردة فعل، فزادت في ظلمها إلى درجة أن الإمام السجاد ما كان قادر على أن يلتقي بكل شيعته. إيش سوى الإمام؟ إذا نقول أن كل إمام قام بدوره الرسالي، بل قام بدوره الرسالي، الإمام استطاع أن يصل إلى شيعته عبر الدعاء، صحيفة السجادية، رسالة الحقوق. أنت لما تقرأ حتى زيارة أمين الله ما كأنك تقرأ زيارة، كأنك تقرأ دعاء. الإمام صلوات الله عليه أراد أن يصلح النفوس، أراد أن هذه النفوس التي تلوثت في العهد الأموي أراد أن ترجع مرة أخرى إلى جادة الصواب، وبالفعل الإمام صلوات الله عليه أوصل فكر أهل البيت من خلال الدعاء. الإمام الباقر، الإمام الباقر عليه السلام العصر الذي عاش فيه هو بنفسه يعبر، شنو يقول صلوات الله عليه؟ يقول كان الرجل يقال له يا زنديق ويا فاجر خير من أن يقال له يا ترابي. يعني تقول لك كافر، ترى احنا في مثل هالزمان نعيشه، ها مثل الزمان بالضبط، يقال له يا كافر يا زنديق خير من أن يقال له يا ترابي. إذا يعرفون أن من أتباع أمير المؤمنين فإن مصيره معروف، إما إلى السجون إما إلى القتل،
يضعونهم في التيزاب تارة أخرى، دفن أحياء، أقاموا عليهم المباني، وهكذا. هالعصر المؤلم. وشوف الفارق بين عصر الإمام الباقر وعصر الإمام الصادق. عصر الإمام الصادق، تقول الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام أقام مجلسا في بيته، مجلس عزاء على الإمام الحسين، فما أن تعالى صراخ النساء إلا وقد دخل الجلاوز وكسروا الباب على الإمام. التفت إلى أحد الغلمان قال قم اطلع إلهم وقل لهم بأن النساء يبكين على طفل فقدنا، يقصد عبد الله الرضيع. فطلع الغلام وأخبرهم فخرجوا من دار الإمام. هتضيق الإمام يقدر يتحرك وفق هذه الظروف؟ بعكس الإمام الصادق الذي عاش في مرحلة نسميها مرحلة ذهبية، مرحلة استثنائية، عاصر انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. هذه المرحلة تحديداً التي استغلها الإمام صلوات الله عليه وأعاد نشر علوم أهل البيت بعد أن طمسها الأمويون. أعاد نشرها الإمام أثناء انهيار الدولة الأموية، ولا لما أحرقوا، الرواية المشهورة لما أنزلوا جثة زيد الشهيد وأحرقوها، قال الإمام مقولة المشهورة: لقد أذن الله بزوال دولة بني مروان، دولة بني أمية، وانتهت الدولة. الدولة كانت في ترهل، كانت في انهيار. وفق هذه الظروف بإمكان الإنسان المفكر الثائر أن يمرر أفكاره إلى الجمهور، لأن ماكو عيون، ماكو تضييق. وبالفعل هذا الذي فعله الإمام. أضف إلى ذلك الدولة العباسية الغاشمة لما أن قامت في بدايتها، أنت تعرف جنابك، رفعت شعار يا لثارات الحسين، الرضا من آل محمد، هذا شعارهم. وإذا كان هذا شعار العباسيين ويريدون استقطاب أكبر قد أكبر عدد ممكن، لا سيما من الشيعة الذين واجهوا الويلات من الدولة الأموية، تتوقع أن العباسيين إذا أرادوا أن يثبتوا أقدامهم يمسون الإمام الصادق وهو الرجل الأول عند الشيعة؟ قطعا ما يمسونه، ما يمسون الإمام. الإمام استغل الظروف في هذه الفترة تحديدا، ويعرف الإمام أن الظروف ما تستمر، أن العباسيين ما يتركون على هواه طوال حياته. يعرف أن العباسيين ما أن تستتب لهم الأمور سيعاد الأمور إلى نصابها ويرجع الظلم التعذيب مرة أخرى. فأنشأ الإمام المدارس المعروفة، مدرسة عند بالمدينة وأخرى بالكوفة ومدرسة بإيران. الإمام أراد من هالمدارس أنه إذا أغلقت مدرسة المدرسة الأخرى تعمل، وبالفعل استطاع الإمام أن يخرج من مدرسته مئات بل آلاف العلماء بصورة لم يكن لها مثيل عبر العصور الإسلامية. حتى الحسن ابن علي الوشة يقول: دخلت في يوم من الأيام إلى مسجد الكوفة، وإذا بي أرى أكثر من 900 شيخ، يعني شيخ أستاذ حلقات علمية في مسجد الكوفة، أكثر من 900 شيخ، وكلهم يرون عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، كلهم يرون عن الإمام الصادق. وفق هذا المعطيات أنت لما تشوف عمل الإمام صلوات الله عليه، دور الإمام، من الظلم أن يوضع هذا الدور العظيم إلى الإمام وفق منظور مذهبي، وفق هالإطار الضيق، حتى يقال بأن مذهب الإمام هو مذهب ضمن المذاهب الإسلامية. وأساساً أتباع المذاهب الإسلامية أو أرباب المذاهب الإسلامية المؤسسين الأخرى الأربعة المعروفة، وينهم كانوا من الإمام؟ وكانوا تلامذة عند الإمام، ولهم آراء يشيدون فيها بدور الإمام. أبو حنيفة يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، ودار السنتين عند الإمام. شنو قضية دراسة النعمان؟ أبو حنيفة هو دخل إلى المدينة يقول: شددت الرحال إلى المدينة المنورة، عندي بعض المسائل ويا الإمام الصادق، من ضمنها الجبر والتفويض. يقول: دخلت وإذا الإمام عند حوزة كبيرة والناس جالسين ينتظرون دورهم حتى يدخلون على الإمام، مثل الآن لما تروح إلى مرجع كبير ما تدخل مباشرة، أكو ناس ينتظرون، هذا عنده مسألة، هذا يريد يسلم، هذا يريد يتشرف باللقاء، فكيف بالإمام؟ يقول: أخذت جلست بالمدرسة طالبي الوقت، وأنا غريب وجاي من بعيد، احتجت لدخول الكنيف، أجلكم الله، الحمام يعني. يقول: طالعت يمين شمال،
ما شفت يعني أكو إشارة إلى كنيف. شوية يقول وإذا بطفل سداسي سباعي طالع من دار الإمام الصادق عليه السلام. قلت هذا أكيد قطعا من أهل الدار وعنده خبر وين يصير موقع الكنيف. قلت لبني إلي إلي لو سمحت شوية. قال لي بلى. يقول وقف هذا الطفل الصغير عمره 6-7 سنوات لا أكثر. يقول وقف أمامي وسألت مسألة فرد علي بجواب أبهرني. هذا اللي خلاه يدخل مدرسة الإمام. يقول إذا هذا الابن ابن الإمام بهالصورة شلون يطلع الأبو؟ قال لبني أين يضع الغريب حاجته؟ يعني أين طريق الحمام على اصطلاحنا؟ يقول فقال لي الطفل الصغير يا هذا توق شطوط الأنهار وأفنية المساجد وقارعة الطريق، توارى من خلف جدار، لا تستقبل القبلة، لا تستدبرها، وضع حيثما شئت. يقول قلت له بني أنا أسألك عن طريق الكنيف وأنت أعطيتني بحث فقهي لوحده. أنت الآن لما تروح الرسائل العملية هذه آداب التخلي بعينها. قلت له بني سألتك عن الكنيف فأجبت فأعطيتني هالجواب كله. يقول من أنت؟ وإذا به الإمام موسى الكاظم ابن الإمام الصادق ابن النبي محمد. الله صل على محمد. فهؤلاء كلهم إلهم آراء بالمذهب، مذهب الإمام صلوات الله عليه. أحمد بن حنبل يجي له ولده يقول له أبا الروافض الرافضة يقولوا أن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار، وهذا معلمهم الإمام الصادق. قال لبني وما في ذلك فإنه يتوافق مع الحديث المثبت لدينا. قال لي يا حديث؟ قال لي قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال لي شنه الرابط بين قول الرافضة وبين هذا الحديث؟ قال لبني أين يدخل المؤمنون؟ مو إلى الجنة؟ قال لي بلى. وأين يدخل المنافقون؟ وين يودونهم؟ قال إلى نار جهنم. قال وفقا لهذا الحديث فإن علي بن أبي طالب قسم الناس قسمين، من أحبه دخل الجنة ومن أبغضه أو نافق فقد دخل إلى وين؟ إلى نار جهنم. كلهم عندهم آراء. الشافعي متهم بالرفض، يقول هذا رافضي أساسا الشافعي، وتالي يجون يضعون منهج، يضعون مذهب أهل البيت ضمن هالإطار الضيق. لا، الإمام صلوات الله عليه أوصل علمه إلى أبعد الحدود، حتى العالم تعجب من علم الإمام. ينقلون يقول وضعوا مسابقة بأوروبا، وضمن المسابقة طرحوا سؤال إلى الموجودين من شتى أصقاع العالم. قالوا إلهم الآن كيف نميز الحيوان الذي يفرخ والذي يبيض؟ شنو المميز بينهم؟ شلون نعرف الآن؟ فلم يجب أحدهم إلا عالم أو شيخ من الأزهر الشريف. قال إحنا المسلمين عندنا فرقة يسموهم الشيعة الجعفرية، ينسبون إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهذا إمامهم يروون عنا أنه دخل إلى مزرعة في يوم من الأيام فوجد امرأة تقلب حيوانات عندها. قال إلها ماذا تفعلين؟ قالت أريد أن أعرف ما الذي يميز الذي يفرخ من الذي يبيض. فتبسم الإمام صلوات الله عليه، قال إلها سهلة جدا، انظري فمن تدلت أذناه فهو يفرخ ومن لصقت أذناه برأسه فهو يبيض. انتهى الموضوع. هذا علم الإمام الذي أبهر العالم كله، وهذا الشيء بسيط من علم إمامنا صلوات الله عليه. ولذلك تفوق الشيعة في عصر الإمام على كل الأصعدة. الإمام جامعته مو فقط شرع ودين وعقيدة، لا، طب، رياضيات، فلك، فيزياء، وكل العلوم. فبات الشيعة هم الأوائل في العالم. خاف العباسيين من هذا المد الشيعي المخيف. أنت الإنسان العالم هو اللي يخوف، مو الإنسان الجاهل، ولو كان أعدادهم بالملايين. العلماء هم اللي يخوفون العالم كله. ولذلك أرادوا أن يضعوا حدا لتمدد هذا الخط، تمدد خط التشيع الذي قاده الإمام صلوات الله عليه. فبدأوا بالتضييق على الإمام شيئا فشيئا. بأي طريقة؟ أولا قام المنصور الدوانقي لعنه الله
ينقل الإمام من بلدة إلى بلدة، ما يخلي إلى الإمام قرار، من المدينة يوديه إلى الكوفة إلى بغداد ويرجع إلى المدينة وعلى هالمنوال حتى يبتعد عن شيعته، ما يكون في اتصال مع الشيعة. وأبعد من ذلك وأعظم من ذلك أن الإمام إذا استقر في مكان يستدعى بالذل والمهانة صباحا ومساء، أراد أن يهين الإمام حتى ينقل. الربيع يقول بعث إلي المنصور وقال لي آتني بالإمام جعفر ولا تأتي به إلا مسحوبا على رؤوس الأشهاد، جيب مسحوب. إجا الربيع إلى الإمام قال لي يا ابن رسول الله أنا عندي أوامر تكاد السماوات أن تنطبق على الأرض من هولها. قال لي إيش عندك؟ قال أمرني المنصور أن آتي بك مسحوب. مسحوب بأي طريقة؟ قال أسحبك من ملابسك على رؤوس الأشهاد حتى الناس كلها يشوفونك. أنزل الإمام، أطرق الإمام رأسه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، افعل ما أمرت. وإذا بالإمام يطلعون، يضع هذا الرجل يده على ملابس الإمام ويخرجه من الدار مسحوب وهو مطأطئ الرأس بأبي وأمي. هذا استدعاء. أكو استدعاء آخر مؤلم، مؤذي إلى الإمام ومؤذي إلى الشيعة لما يسمعونه. إجا الربيع استدعاه المنصور قال له ابعث إلى الإمام من يأتينا به على حالته، يعني بالصورة اللي هو عليها ببيته، الملابس اللي لابسينها بين عياله بين زوجاته، جيبوا الإمام على حالته دون أن يرتدي شيء، جيبوا بأي طريقة تشوفوا نجيبوا. الإمام صلوات الله عليه هو يعرف، تعود على المداهمات، كان ما يبات بحجرته، كان يبات في صحن الدار حتى إذا دخلوا عليه الدار وجدوه أمامهم. دخلوا على الإمام منتصف الليل، دنيا ظلام، كسروا الباب على الإمام، دخلوا عليه الدار عنوة، وإذا بالإمام قد صف قدميه منقطعا إلى الله تبارك وتعالى، ما أمهله الجلاوز، جاءوا إلى الإمام دفعوه من على مصلاه فوقع على حر وجهه. رفع الإمام رأسه، قال له الجلواز قم يا جعفر، قال أمهلوني حتى أرتدي عباءتي، خلي الجبة. قالوا إلى ليس إلى ذلك من سبيل، قال أنا ما علي إلا قميص وإزار. قالوا لنجيبك على الحال الذي أنت عليه. وقف الإمام قال إذا كل ولابد أمهلوني قليل حتى ألف العمام على رأسي. قالوا له أمر المنصور بأن نخرجك حاسر الرأس. طلعوا الإمام، أراد أن يضع رجله في نعله، قال له الجلواز يا جعفر وحافي القدمين. وتصور عاد إمامك ها 68 سنة شيبة بهية، انت لو تشوف واحد بالطريق مسن شيبة بهية يهان أمامك ما ترضى، يوقرونه يبجلونه، فكيف بزعيم المذهب الإمام صلوات الله عليه. وقف أمام باب الدار، هذا ركب على جواده، ذاك ركب على بغلته، الإمام ينظر ينتظر يجيبون إلى بغله جواد حتى يصعد عليها، وإذا ها شوية وإذا بهم قد جاءوا بالحبال وضعوها في يدي الإمام بأبي وأمي، وجروا إمامنا من خلف جياده إلى أن جاءوا به إلى المنصور. دخل الجلواز قال لقد جئنا بجعفر، أندخله عليك؟ قال لا، أوقفوه على الباب 3 ساعات، خلي يحس بالمهانة بالذول. أوقف الإمام، والإمام شيبة بهية كالسعفة في مهب الريح من الضعف،
إمامك واقف أمام باب المنصور يرفع قدما ويضع أخرى، وإذا بدموع تترقرق على وجنات على كريمة: سيدي ما الذي يبكيك؟ أنتون أهل البيت أهل الصبر، لا تجزعون من مصيبة، جدك الحسين استخرج سهم مثلث من قلبه وهو يقول بسم الله وبالله، وجدك أمير المؤمنين طبر على رأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة. متعودين على الألم، متعودين على المصيبة، عندك سيدي ومولاي؟ قال تذكرت عمتي زينب، انا موقفيني 3 ساعات لكن ماكو الشمس على راسي ضاربة تضرب، وما عندي اطفال، ساعة رقية ساعة طفلة اخرى يلوذون بعمتهم زينب، وتذكرت زين العابدين والجامعة على صدري. قليل أدخلوا الإمام على المنصور، أشاح بوجهه عنه ثم التفت إلى الإمام فأشبعه سبا، سب أمير المؤمنين، سب فاطمة، والإمام منكس راسه: أهان إمامنا، أخرجوه من عند المنصور إلى دار. والأعظم عندما أرجعوه إلى المدينة بعد في ظلمة الليل، بينما الإمام بين أهله بين أولاده، وإذا بالصرخ من صحن الدار تتصارخ النساء، خرج الإمام وإذا بالنار قد أضرمت في دار الإمام، وصار الإمام يطفئ تلك النار إلى الصباح مع بعض شيعته. استخبرت الشيعة: ترى إمامكم أحرقوا داراه، وينكم عنه؟ إجوا الشيعة إلى الإمام، استأذنوا بالدخول، وإذا بالإمام جالس في زاوية واضع راسه بين ركبتيه يتمايل من البكاء. إجوا للشيعة حاطوا بالإمام: سيدنا مولانا يا ابن رسول الله، أصيب أحد من أهلك حتى تبكي؟ قال: لا، الله سلمهم كلهم. قالوا: يا ابن رسول الله، ما الذي يبكيك؟ أتبكي على جرأة القوم، أم تبكي على النار؟ فإنها ليست المرة الأولى التي يضربون النار في بيوتكم. يا ابن رسول الله، نسيت جدتك فاطمة النيران تلهب وهي تصرخ من خلف الباب: ومحمدا؟ أم نسيت عمتك زينب؟ النار تلتهم في خيامها وهي من خيمة إلى خيمة تبحث عن الأطفال والنساء. رفع راس الإمام يكفكف دموعه بكمه، قال: اللي أبكاني موقف مؤلم. قالوا: بلى يا ابن رسول الله. قال: لما أضرموا النار أنا كنت أطفئ النار، حانت مني التفاتة وإذا بوحدة من أطفالي على باب الدار متحيرة نايمة، سمعت الصرخة طلعت متحيرة، شافت النار اندهشت، تذكرت عمتي زينب عدها 60 طفل وطفلة، وعدها عليل مسجى، أنا نسائي من خيمة إلى خيمة يتفارار الصراخ وأنا وياهم بالبيت، فكيف بمن أضرموا عليها النار ورأس أخيها على الروم؟ أجركم الله، أحسن الله لكم العزاء، في مثل هذا اليوم إمامنا كان يتقلب على فراش المني، دس له المنصور سما نقيعا قاتلا في رطب،
صار إمامنا يتلوى على فراش المنية، يضع يدان ويقبض أخرى، أخضر لونه انتحل جسد الإمام، التمت العائلة من حول إمامنا. هذه تقبله، هذه تودعى، هذه تعدل على فراشه. فتح عين الإمام وإذا برأسه في حجر الكاظم، أدار عينه في العائلة، قال الله الله في صلاتكم، فليبلغ الحاضر منكم الغائب، الله الله في صلاتكم، فإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. آجركم الله، أحسن الله لكم العزاء، وعند احتضار الموت قال له بني أضجعني على سريري، أضجعوا إمامنا على سريره، وعند احتضار الموت مد رجليه أسبل يديه، قرأ الإمام سورة ياسين، فلما ختمها صاح في أمان الله، في دعة الله. أغمض الإمام عينيه، أطبق شفتيه، انقطع نفسه وفاضت روحه. وغريبا وشهيدا ومظلوما، سيدي شيعتكم محترقة قلوبهم هاليوم. تعرف ليش مولاي؟ لأن احنا إذا قرأنا على الحسين احنا نعرف أكو مواكب عزاء معزين، يا داخلة إلى الضليع يا طالعة من عند أبو علي. وإذا قرأنا على الكاظم آلاف مؤلفة رايحة عند الإمام. وإذا قرأنا على أمير المؤمنين ضريحة مليان. وإذا قرأنا على الإمام الرضا، وإذا قرأنا على بقية الأئمة اللي عندهم أضرحة، إلا البقيع ماكو أحد بيا شيعة. ما أدري البارحة وضعوا شموع على قبر الإمام، سمعنا ونا بالبقيع، وهاليوم الحين هاللحظة هذه الإمام عند زوار، أكو مواكب عندك سيدي، قال لنا لا ما حد على قبري. وين؟ لكن احنا مآتمنا سيدي ومولاي نسويها إلك البقيع في هاليوم، ونعني للولة ويا أمك الزهراء ويا كل فاقد ويا شيعتكم سيدي ومولاي. جعفر الصادق يا شيعة اليوم يصعب منظره، يجذب الولا وينازع والكبد متفطره. يستاهل الإمام الولا ويستاهل الدمعة. لا تشوفون يا شيعة بين أهله وعزوته، واليتامى تصيح كلمة تشوفه يجذب ونت، هذا يلطم على صدره وهذا يسجب عبرته، وهذه من عظم المصيبة بحالها ما يندر. أسبل الإيدين والرجلين مدها يحتضر، وموسى بن جعفر يا ويلي خلى راسه بالحجر، غابت أنفاس الشريفين
وموسى دمعاي انهمر قبالة فاضت بالظليمة روح أبو المطهر وسيدا بالمدامع بالمدامع والكثيرة شيعوا نعش الشفيع وإح قلبي والصلاة بجنازة أرض البقيع ومنظر الأيتام من حول القبر منظر فجيع تبكي ضيعتها بعد عينا وهي متحيرة أنزلوا الجنازة جاء الإمام الكاظم استل الجنازة مدد الإمام في قبره كشف عن وجهه ودع والده حانت منه التفاته يسمع صراخ على يمين أولاده وعزوته على شماله أكو الشيعة ناشرين أعلام السود قام ينتحي بالإمام الكاظم تمايل من المصيبة إيش عندك سيدي تبكي على أبوك لكن الكاظم يا شيعة رغم كل هالمعضلة هانت عليه الرزية من تذكر كربلاء وجده اللي جفن التريح ودمه غسله وعزوته وانصاره اللي توسده حر الثرى جعفر الصادق بهيبه تشيع كل شيعته ما بقى مطروح وخيول الأعادي داست وحسينا وسيدا ليش رايح إلى كربلاء اليوم عدنا مصيبة بالبقيع اليوم عدنا مصاب عند الإمام قال بلى لكن الإمام الكاظم لما أن أهال التراب وجلس على قبر أبوه راح تبه وين راح فكرة راح إلى كربلاء وتذكر موقفين الإمام خليني وياك ها الموقف الأول اللي تذكر الإمام الكاظم لما أن أنزل الإمام زين العابدين الإمام الحسين في قبره يقول الله صار بيك يا زين العابدين أنا نزلت أبويا صحيح البدن ما تحملت كيف بمن أنزل والده وضع الأشلاء على بعضها البعض الله يساعد قلب أبو محمد السجاد من عاد يلحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كهول وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفير وإماما الإمام كان عند قبر والده لما أن أنزله بباريته وإذا برجل منها من بني أسد قد أقبل بطفل ملفوف في خرقة قال له سيدي هذا الطفل من بني هاشم لو من الأنصار ما كراس بالجثة ندفن وين نخلي ويا الأنصار لو ويا الشهداء لو نحفر إلى قبر لي وحده قال جيبوه هذا أخي عبد الله الرضي وإذا بصوت من منحر الحسين ولدي علي ضع ولدي على صدري شيخ العشيرة أبار يا جثة بلارة خلى على صدره الطف
الخلافة المخمود لنفى ويم الشريعة وشد جنازة العب الجاسم أخوانه بكتر شيخ العشير وأحسن وإماما هذا البيت. وأسألكم الدعاء بعد الموقف الآخر يا الشيعة. الإمام تذكر عمته زينب. أنا جبت الوالد، النساء كلهم إجوا ودعونا على المغتسل لما خلينا بنعشة، ما حد منحهم، ما سمعنا علوية أهينت، ما سمعنا علوية ضربة ودعوا. ما أدري زينب لما أن جاءت عند مصرع الحسين في أي لحظة ودعت زينب، وبأي صورة ودعت زينب، على لسان الحوراء زينب تقول أني سمعته ون وتقربت لي، سمعته ون وتقربت لي، شفت الولي متوسد ايدي، مو بس جرح واحد وداوي، يا جرح شدن يا جرح خلي تقلب اخوها الحسين، اي جرح يألمك ابو علي. فتح عيون الامام الحسين، يا زينب كل جرح بعضاي عوفي عوفي، بس جرح المثلث ايدك عليه عاد اللي معاذني يا زينب. بعد قال تشم حسين وتقلب لجرحه، ولأن الشمر يوكزها برمحه، يقلها تقومي لو اذبحك فوق ذبحه وخليها بطول الدهر تذكر، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي يا الله. إلهي بالحسين وجده وأبي وأمه وأخي بغربة الصادق يا الله، فرج عن كل مكروه، اشف كل مريض، فك قيد كل أسير يا الله. الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم، ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين، لا سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار، موت المؤسسين والحاضرين، ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.